لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. نتوكل على الله ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الكوميونيكيشن النهارده موضوع هتلاقوني انا عامل محاضره فيها كوميونيكيشن وستيك هولد، لان هم كانوا الاول لحد الفيرجن اللي فاتت ما كانش فيه النولج اريا بتاعت الستيك هولدر كانت مع الكوميونيكيشن، يعني بما ان هما الاثنين يعني صغيرين فانا حطيتهم في واحده وفي محاضره كبيره. يا اخي موضوع الكوميونيكيشن انا صليت العشاء يا باشمهندس الواحد فين بقى؟ ماشي اتفضل. يعني موضوع الكوميونيكيشن طبعا من المواضيع الظريفه ومش صعبه ومش معقده، وتقدر لو ركزت شويه فيها يعني تتكلم مسائلها ان شاء الله. يعني هو موضوع ظريف ولطيف يعني ايه كوميونيكيشن ويعني ايه كوميونيكيشن مانجمنت، احنا يعني ايه كوميونيكيشن مانجمنت ويعني ايه اللي انا بمانج، يعني ولو العمليه دي ناجحه وان الصوره واضحه ومعلومات اللي انت قصدها وجهه نظرك واضحه للناس كويس. الصوت ده صوت تمام والمعلومات واصله للناس، فانت اذا الكوميونيكيشن ناجحه فهتحل لك مشاكل كتير. يعني موضوع الكوميونيكيشن انفورميشن معلومات ما بين الناس، انت بتدي معلومات للتيم اللي معاك للتوب مانجمنت للناس اللي تحتيك زي ما بيقولوا بير تو بير للناس اللي معاك مع التوب مانجمنت مع الناس اللي اقل منك. فاذا ما كانتش الكوميونيكيشن واضحه هنشوف ان هي هتعمل مشاكل كتيره قوي. يعني انت كبروجكت مانجر بتعمل كوميونيكيشن مع مين؟ تحتاج تعمل كوميونيكيشن مع مين؟ مفيش حد معين، مع كل الستيك هولدر، مع المانجمنت ماشي اكيد لازم محتاج، مع السبلاير، مع بتوع السيفتي، مع اي كلاينت، مع الجزء الليجال عندك قوانين لو هتعمل عقود مثلا هتبقى محتاج الليجال، بتوع الكواليتي اشورنس، بتوع الكواليتي كنترول، الديزاينرز، التيم، محتاج تعمل كوميونيكيشن مع كل الستيك هولدرز، اول ستيك هولدرز. فانت بتشوف كل ستيك هولدر محتاج ايه، المعلومه اللي محتاجها وبتديها له. فانت كبي ام بتقعد المفروض يعني يقولوا لحد 90% من الوقت بتاعك انت بتكوميونيكيت على جميع المستويات وجميع انواع التقارير. فانت بتعمل كوميونيكيشن مع كل الستيك هولدرز. وزي ما قلنا الكوميونيكيشن ليها كذا دايمنشن. بمعنى ايه؟ يعني ممكن ريتن كوميونيكيشن او كوميونيكيشن، ليسننج اند سبيكينج احضر الكوميونيكيشن، انترنال واكسترنال، انترنال ذا بروجكت او اكسترنال مع الكاستمر مع الفيندور مع السبلاير، فورمال وانفورمال، تقرير فورمال، الشارتر فورمال، انفورمال ميمو، حاجات للعلم، حاجات ممكن تبقى اي دوكيمنت انفورمال، كلامك مع التيم بصفه وديه، فيرتيكال اب اند داون مع التوب مانجمنت ومع الاقل منك او بير تو بير مع الناس اللي في مستواك. وبرضه الكوميونيكيشن نون فيربال وفيربال، فيربال
رسومات دينية توضيحية تيرفات أورال ريتن النون فيربال اللي هي هنشوف بعد كده زي البادي لانجوج زي ما انا راسم كده الراجل عسكري المرور احنا عارفين ان الاشاره دي معناها هي عدي او اقف هنشوف اهميه النون فيربال كمان دي ابعاد مختلفه للكوميونيكيشن وهنلاقي الكوميونيكيشن بعد ما فصلوها عن الستيك هولدر هنلاقيها ثلاثة بروسيس طبعا واحدة في البلان واحدة في الاكسكيوت واحدة في المونيتور اند كنترول فعندي بروسيس اللي هي 10.1 البلان كوميونيكيشن ودي في مرحلة البلانينج وعندي 10.2 مانج كوميونيكيشن اللي هي ديورنج الاكسكيوشن يعني في بروسيس اسمها مانج كوميونيكيشن واثناء المونيتور والكنترول في بروسيس اسمها كنترول كوميونيكيشن فانا عندي ثلاثه بروسيس في موضوع الكوميونيكيشن قبل ما ندخل على زي ما احنا متعودين دول الثلاثه بروسيس الانبوت والاوتبوت والتول والتكنيك وكل البروسيس دي الهدف منها ايه؟ ان انا عايز اتاكد ان في الوقت المناسب المعلومات المناسبه متخزنه ازاي ومجمعه ازاي ومتوزعه ازاي ولمين واخد بالك يعني البروسيس دي هدفها في الاخر ان انا عايز ابعت معلومات اجمع معلومات واخزنها وهبعتها في اوقات معينه لناس معينه حسب الخطه فده الهدف من موضوع الكوميونيكيشن ده الهدف من الثلاثه بروسيس دول يعني في حاجه فن كده شهيره ان احنا عندنا مشروع فيل عايزين نعمل فيل عارفين اللي خد هديه فيل في برنامج يعني كان ابراهيم مصر احنا عايزين نعمل بروجكت فيل مثلا متخيلين كده يعني مثال شهير يعني بيدوه للبور كوميونيكيشن يعني فاحنا هنتخيل فريق مفيش كوميونيكيشن بينهم وبين بعض ومتغميين هو متغمي يعني هو مفيش اي كوميونيكيشن بينه وبين العالم الخارجي يعني فلو تخيلنا ده التيم ممبر اللي شغال على الفيل بروجكت او اليفنت بروجكت متغمي بمعنى ان هو مفيش اي كوميونيكيشن واصلانه فكل واحد ماسك حته يعني اللي على السلم ده بيقول لك ده دي حيطه وده بيقول لك روب وده بيقول لك تري وده بيقول لك ده سناك وده بيقول ماسك الودن بيقول لك فان وده بيقول لك سكير كل واحد يعني شايف من وجهه نظره هو شايف كده لو مفيش كوميونيكيشن وعايزين ننفذ مشروع الفيل ده وكل واحد ماسك حته واخد بالك نفذها وخلي بالك هو مش كوميك قوي يعني هو ده بيحصل في المشاريع الكبيره يعني المسؤول عن الديزاين في حاله والمسؤول عن الكوست ماشي والبلانر قصته والريسك كل واحد شايف حتته لوحديها يعني فلو ما كنتش انت بروجكت مانجر عامل صيغه واحده او انت اللي شايف الفيل في الاخر وكل واحد شايف الجزء بتاعه لو انت سبت كل واحد ينفذ الجزء بتاعه زي ما هو شايفه صح خلي بالك هو شايفه من وجهه نظره هو الراجل شايف ان دي حيطه وده شايف ان دي مرض ده شايف شجره وده شايف سهم من وجهه نظر كل واحد هو مش غلطان خلي بالك ما تلوموش هو مش شايف الصورة الكبيرة هو شغال في الكوست هو شغال في الريسك كل واحد شغال في الحتة بتاعته فلو مش انت بقى عامل كوميونيكيشن ما بينهم علشان توصل لهم الصورة اللي في دماغك انت كل واحد هيعمل اللي هو شايفه صح من وجهة نظره ففي الاخر هيطلع الفيل بروجكت بتاعنا بالشكل ده يعني تعبان وسهم وخرطوم وشجرة وحيطة ومروحة ليه؟ لأن أنت في بور كوميونيكيشن
انت سايب كل واحد مسك حته عملها، هو مش شايف الفيل على بعض، هو شايف الجزئيه اللي هو شغال فيها. فمش معنى كده ان هما ما بيفهموش وان هما سوري يعني اي بقى الفاظ عليهم، لا، هو كل واحد عمل اللي هو شايفه صح من وجهة نظره حسب ما هو شايف. مين بقى المسؤول عن عملية انتجريشن ما بينهم؟ مين اللي مسؤول عن الصورة الكبيرة؟ مين اللي شايف الصورة الكبيرة في الآخر ومسؤول إن هو يوصلها للستيك هولدرز كلهم؟ المفروض أنت كبروجكت مانجر، ومش أنت كبروجكت مانجر برضو، خلي بالك إن أنا ما أقصدش البروجكت مانجر بشخصه، هو بشخصه هو اكاونتبل يعني مسؤول عن نجاح الموضوع، ولكن انا اقصد بروجكت مانجمنت تيم، التيم اللي مسؤول عن اداره المشروع. انا بقول البي ام مش قصدي المهندس سين او صاد او عين بذاته يعني، ولكن اقصد البروجكت مانجمنت تيم، التيم اللي معاك المسؤول عن اداره المشروع، هو المسؤول عن الكوميونيكيشن يعني. فانت ما تسيبش كل واحد يشتغل لوحده ويعمل اللي هو شايفه صح من وجهة نظره وبعد كده تلومه، الراجل مش شايف الصورة، وجهات النظر مختلفة، الصورة اللي قدامنا دي بتقول مش بتقول، انا ممكن كل واحد يقول يعني، لو انتوا الشات مفتوح كل واحد يقول هو شايف ايه، اللي فاهمه من الصورة دي يعني. راجل ماسك كتاب كبير مكعبر بيقول كيف تتعامل مع المرأة، الجزء الأول معبر عن إيه يا باشمهندس 744؟ أنت شايفها إزاي؟ الراجل خير الكلام ما قل ودل، ماشي. واحد بيقول المرأة لغز، في كذا صورة. طب ما في مثلا مرة قالت لأ يعني الست عندها ذكاء سريع جدا، فهي مش محتاجة إلا ورقة واحدة عشان تفهم الراجل، إنما الراجل مستوى ذكائه شوية كويس. لا انا مش متحامي، انا عايز اقول لك ان ممكن انا وانت شايفين الصورة واحدة، بس كل واحد شايف المعنى. لا انا قاعد لوحدي، خلي مفيش حد معايا دلوقتي. اقصد ان ممكن كل واحد يطلع، ممكن واحد الراجل واضح وسهل والست مثلا معقدة شوية، ماشي. واحد يقول لك في بور كوميونيكيشن بينهم، هم قاعدين جنب بعض وكل واحد بيقرا ورقه، ايه طب انتر اكتف، يتعاملوا مع بعض يفهموا بعض يعني. ف اقصد اقول لحضرتك ان كل واحد هيقول، او الرجاله غلابه وكده، كل واحد هيقول وجهه نظر وممكن تبقى مختلفه عن بعض، ومفيش ايه الصح بقى، واخد بالك الهدف ايه؟ ان مفيش حد محتكر الحقيقه يعني. انت ممكن تشوف الصوره انا افسرها بطريقه وانت تفسرها بطريقه يعني. فمثلا يعني النون فيربال كوميونيكيشن برضه دي من الحاجات المهمه قوي. ايه النون فيربال كوميونيكيشن؟ اللي هي البادي لانجوج، الاي كونتاكت. فبيقول لك انت وانت بتتكلم مع حد خمسة وخمسين في المية مسج اللي واصلة هي نون فيربال، يعني انت لما واحد بيتكلم قدام ناس تخيل 55% من المسج هي نون فيربال كوميونيكيشن، هي الاي كونتاكت، هي البادي لانجوج، حركات الايدين، كل دي نون فيربال 55%. وبعض الاحصائيات بيقول لك في 38% كمان اللي هي الفويس كواليتي، يعني يسموها البارا لانجوج، طريقه صوتك وانت بتتكلم يعني. فانت تخيل بقى عندك 55% نون فيربال و38% بارا لانجوال اللي هي التون بقى بتاع الصوت
وطريقة الصوت، يعني زي ما مثلا تقول لابنك ذاكر علشان ان شاء الله اجيب لك هدية، اجيب لك هدية يا بابا، ان شاء الله اجيب لك هدية يا بابا، ان شاء الله تخلص. نفس الكلام قلته بس المعنى مختلف، مش مختلف، ده عكسي. فانت وصلت ال 93% من المسج اللي واصله ملهاش علاقه بالكلام، تخيل. هي 55 بره اللي هي النون فيربال، و 38 بره لانجوج. فمهم قوي حته انك تفهم ايه، زي عالم اسمه اللي هو بيتر فريدريك جاكر ده قصدي، يقول لك اهم حاجه مش تسمع اللي اتقال، اهم حاجه تسمع اللي ما اتقالش. واخد بالك؟ يعني اهم حاجه انك تسمع اللي ورا الكلام، اللي ما اتقالش ايه يعني. ومقوله تانيه بيقول لك مش مهم انت بتقول ايه، المهم انت بتقولها ازاي يعني. فالفيربال كوميونيكيشن وانت بتتعامل مع التيم موضوع مهم جدا جدا. زي ما قلنا البادي لانجوج وحركات الايدين طبعا هتفرق كتير قوي، وممكن تعكس المعنى. والبارا لانجوج اللي هو التون بتاع صوتك وطريقة أدائك في الكلمة ممكن تعكس المعنى خالص. فقد ايه مهمه حكايه النون فيربال كوميونيكيشن، قد ايه هي مضله قوي يعني. فزي ما بقول المهم مش المهم اللي اتقال، المهم ايه ما اتقالش يعني. ومش مهم انت بتقول يعني ايه، مش مهم انت بتقول ايه، المهم انت بتقوله ازاي يعني. وانت ممكن هتلاقي سبب كتير في الكونفليكت او الميس كوميونيكيشن هي طريقه الكلام. معظم المشاكل مع الناس بينها وبين بعضها هو طريقة الكلام، يعني أنت ممكن تقول مصايب تقيلة قوي بس بأسلوب ظريف تعدي يعني، وممكن تقول كلمة مش يعني حاجة مش جامدة قوي بس بطريقة بايخة يعني زعل الناس يعني منك يعني ممكن تشتم واحد وأنت بتضحك يقبلها منك يعني، ممكن وأنت مكشر تشاور له بإيدك كده يعمل لك فيلم يعني. هي الموضوع الكوميونيكيشن والنون فيربال الموضوع مهم، لازم كبي ام تبقى عندك فكره واخد بالك من الموضوع بالظبط. الاسلوب مهم جدا يعني. وهي مهم جدا برضو في الكوميونيكيشن موضوع الاكتف ليسننج، يعني لازم تسمع كويس، لازم علشان تبقى يعني كوميونيكيشن في الكوميونيكيشن كويس مهم جدا ان انت تسمع كويس. مهم جدا موضوع انك تسمع، موضوع يعني واقع عند ناس كتير يعني، هو عايز يتكلم وحتى لما بيسكت علشان حد تاني بيتكلم قدامه هو عمال يجهز هو هيرد ازاي، ما بيسمعش يعني. هنشوف موضوع الأسئلة. فكون إنك تسمع كويس ده دي مهارة في حد ذاتها ممكن تستفيد منها كويس، ولازم تسمع كويس علشان يعني تفهم الهيدن مسج كمان يعني، خليك مركز مع اللي قدامك، اصغر له إنك يعني ما يكونش بيكلمك. تخيل أنت واحد بيكلمك، أنت بتكلم واحد مثلا وهو عمال يلعب في شعره يزبط الكرافتة يقلب في حاجة قدامه، مش مديك اي اتنشن، هيبقى رد فعلك ايه، وممكن ما يسمعش اللي انت بتقوله بالظبط. ولازم انت تبين له ان انت بتسمع كويس، انت معاه وبتهز دماغك، اديله اي فيدباك يعني. يعني ما يبقاش هو عمال يتكلم وانت سامع ايه يعني واحد صنم واقف، اديله فيدباك، حتى ممكن فيدباك بسؤال او بهزه الدماغ او كده. حاجة مهمة كمان يعني
ما يبقاش تيم داخل لك او مدير او تقدر اي واحد داخل يتكلمك في موضوع انت بقى عارف، واخد بالك، انت الراجل ده بتاع مشاكل، الراجل ده وهمي، الراجل ده بيتكلم في الوهم. لا، ادي الحكم، اسمع الاول وبعدين احكم، واخد بالك. فيعني حتى بتحصل كتير، تلاقي واحد بيكلم واحد يقول له مش كده كده، يقول له استنى يا اخي، مش قصدي كده، استنى بس، يتكلم يقول له مش كده يا اخي، استنى، اصبر، مش قصدي كده. اجل حكمك على الموقف لما تسمع كامل المسج منه. فلازم يبقى عندك يعني حته انك تسمع كويس، دي مهمه جدا. وعلى رأي اللي بيقول يعني ربنا خلق لنا لسان واحد، خلق لنا ودنين اتنين، يعني فادي كل سيستم حقه، يعني المفروض يعني تسمع دبل اللي بتتكلمه. يعني فموضوع السمع مهم قوي علشان تفهم لو في هيدن مسج في الموضوع، لو هو يقصد حاجه من ورا كلامه، تبين اللي قدامك انك مهتم، انك سامع، وتديله شويه فيدباك، وتأجل حكمك للآخر يعني. ويبقى رد فعلك متناسق، يعني ما تبقاش عصبي في رد الفعل، ما تبقاش برضه قليل قوي في رد الفعل، عارف، يبقى الفعل على قد الحدث يعني. فلازم يبقى عندك مهارة ايه، انك تسمع كويس. وكبروجكت مانجر كمان، فانت هتحكم في مشاكل كتير، وهتبقى حكم في بعض الامور، فلازم تفهم الصوره جيدا وتسمع جيدا، وتأجل حكمك لحد ما تسمع، ما تقولش اصل انا عارف والله ده اصلا بتاع مشاكل. يا عم اسمع منه، ما ربما المره دي لا. في حاجه بيسموها البيزك موديل في الكوميونيكيشن، يعني ايه؟ طبعا الاي تي هيبقى موضوع قريب منهم شويه. ان انا عندي فكره في دماغي، عموما لو انا هكلمك حتى جاي انا وانا بكلمك دلوقتي، انا في فكره في دماغي عن المحاضره دي اللي هي الكوميونيكيشن. فالافكار اللي في دماغي بعمل لها انكود وبطلعها على هيئه كلام. المسج دي بتوصل لكم انتوا على هيئه كلام، انت بتفك الكلام ده، يعني انا بشفر افكاري لكلام، وانتوا برضو بتفكوا شفره الكلام دي، الافكار دي بتجيلكم. فانا كسندر بعمل ايه؟ بعمل انكود للفكر اللي في دماغي اللي انا عايز اوصله لكم، وبعمل له سن في مسج، وات ايفر بقى هي المسج ايه بقى. وبعدين انت كمتلقي بتفك الشفره دي، سواء كلام او كتابه، تعمل لها ديكود وتدخلها في مخك بقى على افكار. يعني لما تيجي ترد عليا برضو، بتروح عندك فكره بتعمل لها انكودنج، وتبعتها مسج ليا، انا بعمل لها ديكودنج، بفك زي الديكودر كده، افك الشفره لافكار وافهم قصدك ايه. يعني المسج اللي راح بيني وبينكم دلوقتي، او بيني وبين واحد قدامي بكلمه، بتمشي سلو ميد، سواء في الهواء بقى، سواء اونلاين على النت زي حالتنا دي، وهو بتقابلها نويز. النويز ده ممكن يبقى ضوضاء حقيقي، ده الكتروني، ضوضاء الكتروني زي اللي حاصل دلوقتي مثلا، باشمهندس 545 الصوت مش واصل له، او اظن الصوت راح. هذه احدى النويز فعليا مشكله. فالموديل اوف كوميونيكيشن هو ايه؟ انكود اللي انت بتترجم الافكار الى لغه تتفهم عن طريق الطرف الآخر. المسج نفسها بقى اللي هي المتكودة، الميديم أو الميديا اللي ماشي فيها المسج،
وين نويز اي حاجه تعمل انترفيس، اي حاجه تعمل عائق لان انت تفهم المسج بتاعتي. في انواع كتير للنويز. والديكود ان انت بتترانسليت المسج للمينينفول او المقصود منها، او بتفك الكلام لافكار في دماغك. فده البيزك موديل اوف كوميونيكيشن، انكود وديكود وعندي جيوميديامو نويز. ادي راجل سندر ويبعت مسج، والريسيفر بيستقبل ويبعت تاني فيدباك. فده الموديل بتاع الكوميونيكيشن يعني. طب ايه اسباب يقول لك في كوميونيكيشن بلوكرز، ايه الاسباب اللي ممكن تعمل بلوك ما بينك وما بين الناس؟ زي ما الصوره بتقول كده، انت في وادي والناس في وادي، ففي كوميونيكيشن بلوكرز. الناس اللي اشتغلوا بره مثلا اتعاملوا مع ثقافات كتير، ليا تجارب كتيرة في المشاكل دي يعني. أنا اشتغلت في السعودية فترة مع معظم جنسيات الدنيا يعني. فمن أهم العوائق في التواصل different language، اختلاف اللغة الأصلية. يعني ممكن تقابل ناس مثلا العربي بتاعهم والإنجليزي ضعيف، والإنجليزي مش قوي، فبيبقى عائق جامد. أو اللانجوج ده مش اللانجوج ده، احنا عندنا اللهجات كمان يعني احنا هنا في مصر حتى في بعض الالفاظ في محافظات عيب في محافظات تانية. فمش اللانجوج ده، اللهجات كمان احدى البلوكرز يعني. يعني في بعض الالفاظ لو قلتها هنا تعمل مشاكل كبيرة ويروح فيها رقاب يعني في محافظات تانية. او الكالتشر، كل بلد كده ليها. في الخليج في جنسيات كتير يعني. الكالتشر مثلا يعني لو واحد باكستاني كلمة دي عندهم دي يعني حمار يعني. فممكن تسبب مشاكل. هم هزارهم مثلا، الناس بتوع اندونيسيا انا يعني شفتها دي بيهزروا مع بعض من قفا فعلا يعني، يهزروا بعض كل قفا وقفا وهزار ويلف يضحك وياخدوا بالحب. انما لو ضربت راسه من فوق كده فوق قفاه يعني، دي معناها كبير بقى هناك تهزيقه يعني. وحصلت مشكله من واحد مصري بيهزر معاه فمكسوف يضربه على قفاه يعني، فبيضربه على دماغه من فوق. التاني بقى اول الدنيا وما قعدهاش يعني. لما قعدنا بقى واصطفينا كده، دي عندهم عيبه يعني، مؤاخذه حاجه عيب جدا يعني. يا سلام، القفا عندهم نورمال، انما الضرب على فوق القفا دي اللي احنا لما تقعد تطبطب على دماغ واحد تخبطها كده خبطه صغيره، احنا عندنا في مصر يعني القفا عيب. دي عندهم مشكله. زي ما قلنا اللانجوج يعني. انا كنت شغال في مره حاجه في تبع الحج كده في مكه، وقاعد انا وشاب سعودي كده فبناكل تميس، ما اعرفش عارفين التميس، حاجه كده نوع من العيش الاماني. فدخل حد من المغرب العربي بيسال عنده حد تايه حاجه، فشافنا بناكل التميس ده. العيش الباكستاني افغاني، هو مش باكستاني، باكستاني اسمه شباتي تقريبا. فالمهم الراجل يعني عجبه ايه ده وبتاع، فقلنا له ده تميس يعني. فصديقي السعودي عزم عليه يعني حته كده يعني، فبيقول له يعني هاخدها، قال له كلها بالعافيه. بعد ما خدها وحطها على بقه لقيناها بتنرفز وزرب، وراح راميها في وشنا وقعد يشتم بالفرنساوي ومشي. والله دي واقعه حقيقيه. فطلع ان العافيه دي يعني النار يعني، العافيه في الغرب زي النار يعني. بيقول له اتفضل اتفضل بالعافيه. بعد ما قال له اتفضل، قال له اكلها، قال له بالعافيه. فبالعافيه يعني زي كانك بتقول له ايه، حر ونار، او العافيه معناها النار. فالراجل زرب ورمى لنا في وشنا. اقصد اقول لك من ضمن البلوكر
الديفرنت لانجوج والكالتشر بتاع كل بلد. النويز طبعا، النويز لو حتى النويز الحقيقيه لو انا بكلمك وفي دوشه حوالينا، او النويز اللي انت بتعملها، يعني تخيل انت بتكلمني وانا عمال ايه العب في شعري والعب في كرافتتي، عامل لك هسس في دماغك، عامل لك نويز مش مركز. يعني النويز بتتغلب عليها ازاي؟ ممكن يجي سؤال، يعني ان انا بقول لك مثلا اعمل التاسك نمرة 1.2.2 وفي نويز، فانت بتعمل تاكد عليه، هتعمل التاسك ايه وهو يعديك فيدباك 1.2.1.2 مثلا. فاحدى التغلب على النويز انك بتطلب منه فيدباك. يعني الديستنس بعد المسافه ما بينك وما بين اللي بتتكلم معاه، زي حالتنا يعني كورس اونلاين انت مش شايف، يعني فبعد المسافه يعتبر الى حد ما عائق برضه، وتخيل قرب المسافه كمان، واخد بالك قرب المسافه بلوكر. يعني انت عارف في واحد يكلمك تلاقيه حاطط بقه في ودنك كده وماسكك وعمال يكلمك، انت متضايق ومخنوق منه، يعني خانقك بينك. يعني في حاجه اسمها كومفورت زون، هي المسافه لما يبقى حد بعيد عنك يعني حوالي متر الا ربع كده، والتاني متر الا ربع، يعني حوالي يقول متر ونص مثلا او متر لمتر ونص بينك وبين اللي قدامك، اسمها كومفورت زون. لو حد دخل عليك قرب عليك قوي بتبقى انت مش يعني مخنوق. يعني في ناس تيجي يكلمك يحط بقه في ودنك ويمسكك ويشدك، عارف يعني ده بلوكر برضه. اللانجوج زي ما قلت هوستيليتي العدائيه، يعني انت واخد موقف عدائي مثلا من جنسيه معينه بياكل كلاب، انت ده عائق هو قبل ما تعمل معايا، دي عائق انت واخد موقف عدائي منه، برضه من احدى البلوكرز. انت كبي ام لما يجي واحد يقول لك على فكره انا داخل اقول لك بقى مثلا مهندس جديد بقى وجاب فكره فكيسه وداخل فرحان قوي، تقول له لا 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 روح يا عم، فكره منيله بنيله زيك، انت كده قضيت عليه، يعني عملت بلوكرز بينك وبينه على طول. يعني فيقول لك بدل ما تقول له نو او باد ايديا ما تخسروش. يعني هو الموضوع النهارده اصله في موضوع الكوميونيكيشن، هو ما تقولوش لا 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 يا عم الكلام الفاضي اللي بتقوله ده، اقول له اه وبعدين بس بط، واخد بالك، ولكن فكرتك حلوه بس ايه رايك لو عملنا كذا كذا، شجعه ما تموتوش، ما تقولوش يقفل بقى وما يجيش يتكلم معاك تاني. فحته نو لا او لا 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 يا عم فكره منيله بنيله يا عم، ماشي هو جاب لك فكره منيله المره دي يمكن يجيب فكره ثانيه، فما تقفلش اللي قدامك، يعني ما تصدوش على نو، لا قول له اه اه بس لو بط، وهنا بقى حط اللي انت عايزه، فهمهم الفكره مثلا انك تعمل انكودنج بطريقه مش ظريفه، يعني يعني بتطلب حاجه بطريقه بايخه هتعمل لك بلوك، يعني واخد بالك، التكويد الغير مناسب يعني عليه الصلاه والسلام. فبرضو انت كبروجكت مانجر لازم تراعي الحاجات دي وتبقى مستوعبها يعني وفاهمها. تعالوا ناكد الصوره اللي قدامنا دي، انا عايز تفهم مين شايف ايه في الصوره دي؟ اكيد الصوره دي شهيره برضه يعني طبعا الفن والجيم. شايفين ايه؟ انا فاتح الشات اهو، ردوا عليا. مين شايف ايه يا جماعه في الصوره دي؟ وهي راحوا فين؟ في باد كوميونيكيشن، ليدي عجوزه. اللي شافها قبل كده وعارفها يعني ست كبيرة، واحد بيقول أمورة، واحد بيقول عجوزة،
يعني في ناس شايفين بنت جميلة وفي ناس شايفين ست عجوزة، شوف بقى الاختلاف عكس بعض ازاي. اللي شايف الاثنين ده 100 100. يعني انت فاهم ازاي؟ يعني لو واحد شاف الصورة وقال انا شايف ست عجوزة، ما تقولوش انت مجنون بقى واعمى، يعني واخد بالك؟ يبقى رد فعلك يعني استنى شوية، او انت شايفها ست عجوزة وواحد يقول لك لا لا دي ايه، دي بنت امورة جميلة. ما تقولش انت مجنون بقى واعمى ولا ايه يا عم، انت فاهم؟ لان الصورة يمكن واضحة شوية اللي مش شايف الست العجوزة، انا شلت القصة يعني، فباين انها ست عجوزة مناخيرها. الشاهد في الموضوع ايه؟ يعني مفيش حقيقة مطلقة في المواقف الإنسانية يعني. فما تسمعش كلام من واحد وتروح عامل رد فعل بشع، لا ربما يا أخي يكون في جزء من الصح يعني. خليك متوازن وخلي رد فعلك، الصوت قطع خالص. واحد أهو، تمام. طيب ما في كوميونيكيشن كويسة شغالة. يعني ايه الشاهد في القصة؟ ان ايه، يعني ما تبقاش رد فعلك عنيف قوي، زي ما قال الامام ابو حنيفة تقريبا، يعني الامام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، رأي معترف انه ممكن يبقى رأي خطأ. الشافعي صح، الشافعي الإمام علي، الإمام الشافعي رحمه الله عليه، كلام من ذهب والله، ناس ذهب. فما تسرعش في حكمك وتقول له يا عم ده انت ايه، انت اعمى القلب والبصيره مش شايف يا ست عجوزه ايه، يقول لك لا دي ست جميله. وفي واحده صح عن الحصان وتقريبا بضاعه حاجه كده يعني، كوبك تاني بعديها اللابتوب ده من ظهره، شايف اللون اللي تحت ده فاتح او ده غامق، هل تتخيل ان الدرجتين نفس اللون يعني؟ واخد بالك؟ هتبان هنا بقى لما تشيل المؤثرات برضه، لسه اما تغطي الحته اللي في النص دي هتلاقي شايف، يبان قوي ان هم فعلا. ان هم لونين واحد. السيطرة على الناس، الصوت العالي، الباشمهندس، ما احنا بنديك مهارات كتيرة ومفيش يعني، احنا خدنا في الاتش ار حتى بعض التاكتكس، اللي ممكن تبقى ديكتاتور في وقت من الاوقات، بس انت مش واخد شكل معين، انت لازم تبقى فاهم الدنيا وفاهم شوية التول والتكنيكس والمهارات السكيلز دي. وكل واحد زي ما خدنا في الاتش ار امبارح، الناس كلها مش زي بعض يعني. وممكن الصوت العالي يديك نتيجه، بس يعني على اللونج ران هتبقى نتيجتها سيئه يعني. فما فيش صيغه واحده في التعامل مع الناس هي اللي بتنفع، والا ما ظهرت نظريات كتيره. الصوت العالي دليل على ضعف المخ. هو في بعض المواقف ممكن تتطلب كده يعني، انت فاهم ازاي؟ يعني هي مفيش صيغه معينه اقدر اقول لك حسب الموقف، بينزل على الموقف ايه، بس لازم يبقى عندك انت صدر رحب شويه، انت شغال مع ناس من ديفرنت كالتشر، نفسيات مختلفه، كل واحد ليه طريقه في الموتيفيشن ازاي. ممكن مع واحد عالي يخاف ويشتغل، ممكن واحد تاني والله لو زعقت له انسى بقى تاخد شغل، ممكن واحد تقول له مكافأة فلوس يبقى تمام قوي، واحد تقول له مكافأة فلوس يقول لك لا والله ده انا بلعب بلاي ستيشن مع اصحابي، او بنزل رايح الجيم كل يوم. فالقصة يعني مفيش طريقة واحدة للتعامل يعني. انت راجل معاك التولز يعني، زي معاك العدة وصندوق العدة بقى، طلع منه المناسب للموقف المناسب، واخد بالك؟ هي شوية تول وتكنيكس بنقولها لحضرتك، وانت برضو زي ما قلنا امبارح في الاتش ار، في مهارة مهمة قوي
اللي هي الانتر بيرسونال سكيلز اللي هي مهارتك انت الشخصيه برضه. فاحنا بنديك صندوق العده وانت بتختار بقى على طبيعه الموقف. في الكوميونيكيشن ميثود يعني ايه؟ دي حاجات اللي بتيجي في الامتحان اللي كان بيسال برضه. هي ما بين فورمال وانفورمال وريتن وفيربال، فهم اربعه. طرق الكوميونيكيشن اللي هي الفورمال ريتن اللي هي الحاجات الرسميه، العقود، الشارتر، شكوى معينه عم بتعمل لها اسكليشن، فده المقصود بفورمال ريتن. فورمال فيربال يعني برزنتيشن، بتعرض حاجه معينه، عامل برزنتيشن مشاكل معينه. انفورمال اي ميمو بينك وبين التيم ممكن تبقى انفورمال ريتن. انفورمال فيربال عامل ميتنج مع التيم، مفيش حاجه مهمه قوي يعني، نشوف الدنيا عامله ايه، اخباركم ايه. فدي بين الفورمال والانفورمال والريتن والفيربال عندك اربع حاجات يعني. فيديك مثال ميموز مثلا، فدي انفورمال ريتن. طب لو عندك اي بلان، اي حاجه في البروجكت، خطه في البروجكت، اي بلان، فدي بتبقى فورمال ريتن، حاجه تاخد عليها فورمال اكسبتنس. يعني زي ميمو يعني، عايز توصل اي معلومه للتيم مثلا، ملحوظه، عميم، لا عميل بياخد، ممكن مذكره داخليه، بتكلم حصل مشكله بين اتنين تيم، تيم ممبر في الاول بتتعامل معاه كانفورمال ريتنج، بتبعت لهم ايميل، بتبعت لهم خطاب. فدي احدى يعني حاجات مش ذات اهميه يعني. الايميلات فورمال ولا مش فورمال؟ وده سؤال شهير وسؤال، هو الواقع طبعا اللي احنا شفناه ان الايميلات فورمال، هو حسب برضو البوليسي بتاعت الشركه، ولكن من وجهه نظر بي ام اي ستيل بيعتبروا ان الايميل مش فورمال، ولكن الواقع فرض نفسه ان الايميلات بتبقى فورمال يعني. واخد بالك؟ احنا حتى ما كملناش ساعة، طيب نكمل ساعة أو مش ساعة، كمان 7 دقايق كده ناخد لسه. الصوت قاطع خالص. هو طب تبقى اللي بي ام اي الايميل نوت فورمال، إلا إذا قال لك الرسي بتاعت الشركة مثلا في المثال. ان هو ان الايميل الشركه بتعتبره فورمال، بس هو بي ام اي ميثودولوجي الايميلات مش فورمال. موضوع الشاي طبعا ده فورمال. الميتنج انفورمال فيربال، انت عامل ميتنج. برزنتيشن عامل قدام الناس، محادثه انفورمال فيربال. كومبلكس بروبلم بقى مش بروبلم، دي فورمال ريتن. وبيجي اسئله ازاي يعني، لو في مشكله بين الاثنين اتنين تيم ممبر، فانت الاول تشتغل فورمال انفورمال ريتن. لو هتبعت اسكريشن بقى، فبيبقى دي في الكومبلكس بروبلم بقى فورمال ريتن. الايميل انفورمال ريتن زي ما هو كاتب. النوتس انفورمال ريتن، وات ذا مينينج اوف ديستنس يا باشمهندس بتحكي. السبيتش هتطلع تقول كلمه في مؤتمر في حاجه، فهو فورمال فيربال خطاب. طبعا الشارتر ده عم الفورمال ريتن، اول فورمال ريتن في
اللونج ديستانس سؤال بيجي يعني برضو لو انت في مالتي ناشونال كومباني وديفرنت كالتشر وفيرتشوال تيم وفي لونج ديستانس، فايه افضل وسيله للتعامل يعني؟ فيكون كلامك ايه فورمال ريتن يعني او فورمال فيربال حتى يعني، علشان تتنافى البروكرز بتاعت الايه الكالتشر او الديبندز بقى على البوليسي بتاعت الشركه يعني. بس احنا بي ام اي وايز نوت فورمال. طب انت كراجل بي ام ايه طرق الكوميونيكيشن؟ طب يعني انا اتعامل مع الناس ازاي يعني؟ المينتس اوف ميتنج هتحول بقى لفورمال ريتنج، بدل فورمال فيربال هيبقى المينتس اوف ميتنج فورمال ريتنج. والله طبعا هي كل دي كوميونيكيشن بتستخدم الافيلابل وحسب اعتماد الشركه والبوليسي ايه يعني بتاعتها. طبعا هي في بلوكرز على اللونج ديستانس ولازم تخلي كلامك الى حد ما يعني ايه فورمال شويه. الحاجات الرسميه يعني بالبلدي بقى كده، الحاجات الرسميه المؤثره، خطه، بلان، اسكليشن لمشكله، عقد، كليم طالبه من حد طالب منك كليمز على عقد، فدي بتبقى فورمال. سواء بقى السيتويشن بقى هيبقى ريتن هيبقى فيربال، ده موضوع فورمال. حاجات ذات اهميه يعني لازم تبعتها بطريقه رسميه. غرام خير على مقاول هتبعت له ايه بالود كده يا عم؟ ده فورمال، واخد بالك؟ الصوت بيقطع يعني بيروح ويجي ولا المواضيع اللي هي مهمه البلدي كده تبقى فورمال، ما تجيش تطلب كليمز او تطلب حاجه مهمه وتقول له انا اديتك، والله انا كلمتك في التليفون، زي اللي مثلا كان واحد يقول لي واحد بالتليفون وقال لي ابتدي في المشروع، اداني تليفون وقال لي ابتدي. طب هو ده يعني شرطه كده؟ لا مش شرطه. طلع بقى نزل تقول لي بقى يا راجل ثقه، ده راجل 100 100، ده كلمتين والله، ده راجل مش فورمال. ولو راجل جرى له حاجه ماشي، راجل زي الفل و100 100، افرض الراجل جرى له حاجه بس، هتيجي تقول والله ده كلمني في التليفون وكلفني بالشغل، صرفت عليه ملايين مثلا ولا صرفت عليه على 19 يعني. فبس احنا بنستدرج على الفورمال. الكوميونيكيشن ميثود بقى في طرق انت والتيم بتاعك بتشتغلوا بيها، الانتر اكتف اللي هي وش الوش يعني، واخد بالك؟ يعني احنا في وش بعض انتر اكتف اثنين او ثلاثه بس دايركت يعني. ودي طبعا يعني مالتي دايركشنال، انا وانت بترد عليا، فهي موست افكت وبتاكد ان في كومن اندرستاندنج، انا وشي لوشك وانت فاهمني وبتنزلي راسك وانا اوكي. في طريقه ثانيه اللي هي البوش كوميونيكيشن اللي هي وان واي من السندر، السندر هو الريسبونسبل عن تفاعلي، اللي انا بشوط ايميلات ببعت لك خطابات، فانا ايه ببوش بزق لك الانفورميشن. واحد من السندر يعني، السندر هو اللي مسؤول عن ايصال الانفورميشن، واخد بالك؟ الطريقه دي مثلا لو ما فيش فيها ضمان ان انت استلمت او فهمت قصدي،
الا اذا المفروض تبعت فيدباك. يعني انا بعت لك ايميل فانت مثلا ما ردتش عليا، وانا هعرف منين انت فتحته وقريته، فتحته وقريته وفهمته. انا ابعت لك فيدباك او انا اكتب لك اقول لك والله رد عليا لو وصلك الايميل. في طريقه تانية في الكوميونيكيشن اللي هي البول كوميونيكيشن. يعني ايه؟ بتتفق ان في ريبوزيتوري معينه او فولدر معين او مكان معين انا بحط فيه الكوميونيكيشن، بحط فيه الانفورميشن اللي مطلوبه، وانت كريسيفر لما تعوز بتسحب المعلومه اللي انت عايزها. زي احنا متفقين يا جماعه مثلا اي معلومات عن البروجكت هتبقى في الفولدر الفلاني كله يرمي فيها، او انا كبروجكت مانجر هتبعته لي او حد من التيم وانا هحطها في الدايركتور الفلاني. فانت المسؤول بقى لو عايز تعرف معلومه بتخش تجيبها بقى. فدي البوش كوميونيكيشن والبول كوميونيكيشن. البوش انا كسندر ببعت، واخد بالك، ببعت لك المعلومه لحد عنده سواء ايميل خطاب وكده. البول بنتفق على مكان، مكتبه معينه، مش مكتبه يعني سوفت كوبي، يعني في فولدر معين او على السيرفر قصدي، شيرنج انفورميشن، ايوه باي طريقه ما، اي حاجه هترفعها على اليوتيوب، هترفعها على السيرفر، دروب بوكس، طبعا التكنيكس كتير قوي، جوجل درايف، حاجات كتير. انا بشوط اي معلومات هناك، وانت لما تعوز معلومه بتخش تجيبها. فدي الكوميونيكيشن ميثود، الانتر اكتف، البوش كوميونيكيشن، البول كوميونيكيشن. البيئه او التيم بتاعه هو اللي بيقرر ايه وامتى وفين وازاي يستخدم اي ميثود منها في البروجكت بتاعه. كم محاضره ستيك هولدرز، حضرة ريسك، قاعة. والله لا ممكن نعمل اكستنشن. لا باشمهندس اشرف تقريبا معانا من الادارة، عملنا اكستنشن بيها. انا فاكر طريقة هنا، ما هي الارض فورمال والفورمال وريتن وفيربال. انا مش فاهم اصلا الله يخليك. فهي يعني عندك هما فورمال والفورمال وفيربال وريتن، فبيعملوا اربع كومباينيشن، فورمال فيربال وريتن وانفورمال فيربال وريتن. زي ما قلنا بالبداية كده الحاجات المهمه او هي فورمال حسب بقى الموضوع، ريتن او فيربل. الحاجات اللي هي معلومات رايحه جايه بتبقى انفورمال. يعني معلومات مالهاش اهميه، معلومات مش مالهاش اهميه، انا قصدي اي حاجه هتحتاجها قدام انك تثبت حق او فبتبقى فورمال. يعني زي البلان، زي الشرطه، يعني اي حاجه مهمه. كم محاضره معمول؟ واحد وريسك، اثنين انتجريشن، ورك نورمال، رايح على اربعه. يعني زي ما انتوا الانتر اكتيف انا وانت بنتكلم قدام بعضينا، يعني ده الانتر اكتيف. يعني انا وانت او ميتنج 3 4 5، المهم تفاعلي، يعني احنا في وش بعض وبنتكلم. يعني احنا 19
مش فاهم سلايد 19. دي ايه؟ مش فاهم 4 8 4 ايه؟ دي ايه؟ مش فاهم 4 8 ايه قصدي حضرتك؟ مش فاهم دي تاني مع سلايد ايه؟ سلايد دي تاني قصدك يعني؟ اه هو بيقول لك ايه طرق الكوميونيكيشن؟ يا اما انت رأيك وشك وش الناس مع الجروب وبنتكلم، واللي بيعترض بيعترض، واللي مش فاهم بيقول لك مش فاهم، واللي مش واخد بالك انتر اكتف، او بوش كوميونيكيشن زي الايميل، زي اي خطابات انا ببعتها لي او ببعتها للستيك هولدر، دي بوش. انا بزق ال زي الرسمه، شايف بوش اهو، انت بتزق المعلومه على الناس جوه، واخد بالك يعني. انا حاطط الرسمه فيها كل الرسومات ليها معنى. بوش انت بتفتح على الناس وتجيب لهم معلومات، واخد بالك، بوش بزق الباب واحد يفوت الانفورميشن عنده. ممكن بقى هو قراها او ما قراهاش، مش مضمونه زي الانتر اكتف لما بتتكلم مع واحد بتقول له حاجه اونلاين يعني، الا اذا انت قلت له مثلا رد عليا الايميل، او انت تبعت صار لك الايميل فلاني الموضوع. الكوميونيكيشن هو مكان متفقين عليه هنحط فيه المعلومات. فالريسيفر هي التكه بقى في السؤال ايه؟ في البوش كوميونيكيشن هو از ريسبونسبل فور كوميونيكيشن، السندر هو ريسبونسبل ان هو يبعت الانفورميشن. طب في البول كوميونيكيشن الريسيفر هو ريسبونسبل فور بولينج ذا نيد انفورميشن. واخد بالك هي التريك، السؤال بتيجي هنا. مسؤوليه مين؟ الانفورميشن في البوش وفي البول. ممكن يجي لك سؤالين يعني في الحته دي. يا فورمال فيربال اللي احنا بنقوله دلوقتي، بس انا بحاول اخليها مش فورمال يعني عشان تبقى خفيفه شويه. فبيقول لك ايه يعني؟ خد بالك من الكومبلكسيتي بتاعت الكوميونيكيشن تشانل. يعني بيقول لك لو انت واحد في كام تشانل بينك وبينه؟ واحد تشانل، واحد انت بتتكلم واحد زي الرسمه دي. يعني الرسمه بتبين ادي انت اتنين بيتكلموا مع بعض، ادي تشانل كوميونيكيشن تشانل واحده. طب لو بقوا ثلاثه؟ لو بقوا ثلاثه بقى في ثلاثه كوميونيكيشن تشانل. بس يعني واحد زاد بس الكوميونيكيشن تشانل زادت بكام؟ اثنين. طب لو بقوا اربعه في كام كوميونيكيشن تشانل؟ اصبحت سته. واخدين بالكم ان كل ما العدد بيزيد كل ما الكوميونيكيشن تشانلز بتزيد ازاي؟ يعني زاد واحد كمان فزادت ثلاثه تشانل، يعني كانوا اثنين بقى واحد، زادوا واحد زادوا اثنين، زادوا واحد كمان زادت ثلاثه، لو جبنا خامس هتزيد اربعه، واخد بالك. فبيجي سؤال على الكوميونيكيشن تشانل وهي ليها معادله ان في ان ناقص واحد على اثنين، عايز يبقى ان دي عدد بس اللي بينهم الكوميونيكيشن، يعني عدد الستيك هولدر. فبيجي سؤال يقول لك خلي بالك بقى بيجي ازاي؟ ممكن يجي لك ستريت فورورد كده، انتوا عددكم 10 في المشروع فكام كوميونيكيشن تشانل؟ هتضرب 10 في 9 على 2. او يقول لك انتوا كنتوا 10 وبقيتوا 14، هاو ميني كوميونيكيشن تشانلز ادت؟ زادت بكام؟ طبعا هي معدة بثلاث تعريفه وما ينفعش يعني ايه السؤال ده يروحكم، بس خلي بالك في التريك يعني. ساعات يقول لك انت ومعاك خمسة فتحسب نفسك بقيته ستة، يعني هي اللعبة كلها في ايه؟ انت حاسب نفسك ولا لأ؟ عايز العدد ولا عايز العدد اللي زاد؟ انا في السلايد 20. فالنمبر في كوميونيكيشن تشانلز بيجي عليها سؤال او اتنين في الامتحان، وطبعا هي المعادلة سهلة، ان في ان ناقص واحد على اتنين. بس تقرا السؤال كويس
هو طالب عدد الكوميونيكيشن تشالنج ولا العدد اللي زاد؟ واخد بال سعادتك في الموضوع؟ من المهارات لو زاد بتحسب الاولانيه والثانيه، يعني لو لك كنت 10 بقيتوا 15، فهتجيب الاولانيه كام؟ 10 في 9 على 2، الثانيه 15 في 14 على 2 وتطرحهم. تقول الكوميونيكيشن تشانل زادت بالرقم، اختار الرقم ده يعني. علشان البي ام يبقى راجل كوميونيكيتور كويس، فلازم يمانج اي ميتنج بطريقه جيده. بمعنى ايه؟ لما يعمل ميتنج ما تبقاش بقى سويقه بقى زي ما بيحصل عاده يعني. فازاي ان انت تخلي الميتنج اللي انت عامله مش سويقه وتطلب ناقص من الاخر، يطلع ميتنج طويل عريض علشان تكتب مينتس اوف ميتنج مش لاقي حاجه تكتبها يعني. فبتبقى مسؤوليه البي ام او اللي داعي لهذا الاجتماع يعني. اولا لازم الاجتماع يبقى ليه سبب، والسبب ده انت بعت ايميل للناس بالسبب، انا عامل ميتنج عشان كده يعني. فلازم تتبادل الانفورميشن مع التيم، ولازم تحدد له وقت، هنبتدي الساعه كذا، هننتهي الساعه كذا، يبقى الناس عارفه برضه. لازم يبقى في ميتنج اجنده، يبقى انت برضه بتبعت للناس ايه البوينت اللي احنا ايوه ميتنج اجنده، ايه هنتكلم في ايه وعايزين نطلع في ايه. وبرضه تدعي الناس المناسبه، يعني ما تدعيش حد مش مناسب من الميتنج علشان ما يعملكش ديستربنس ويعملك مشاكل. وتبقى انت ملتزم بالاجنده قوي، في حاجه اسمها رات هول، يعني بنعين واحد في الميتنج هو الريسبونسبل عن الرات هول. يعني رات هول يعني الترجمه الحرفيه يعني ايه؟ هيدخل منها الرات يعني. يعني بتعين واحد يعني هو ايه؟ هو مسؤوليات. لما نطلع من الميتنج حتى في الكورسات ساعات لما بنديها نخلي واحد مثلا زي المهندس يوسف المهندس اشرف، انت الريت هو ريسبونسبل، لو خرجنا وعدنا نهزر ولا طلعنا بره الموضوع اوبجيكشن يا جماعه، ايه ستيك تو اجنده او نرجع لايه الاجنده بتاعتنا. طبعا بتدعي الناس المناسبة وبتحط الوقت المناسب للمحاضرة بتاع الميتنج اللي انت عايزه يعني. ده عشان تبقى راجل افكتيف او الميتنج تطلع بيه. وبعدين بعديها مثلا المفروض بتعمل اكشن بلان بقى، الديسيشن او القرار اللي خدته حضرتك بعد الاجتماع ده، وتبعت للناس مينتس اوف ميتنج خلال يعني المفروض خلال 24 ساعه او يومين بكتير يعني. وبرضه علشان تبقى راجل افكتيف في الكوميونيكيشن مع البروجكت بتاعك لازم تبقى افكتيف، يعني تعرف اهميه الصوت. في مشاكل بس عندها مشاكل في الصوت. لازم تبقى فاهم يعني ايه كوميونيكيشن، وتفهم التيم مانجمنت معاك يعني ايه اهميه الكوميونيكيشن، وانت بتعمل كوميونيكيشن بتطبق بقى سكان في فورمال كوميونيكيشن للشانل، هتبعت بالايميل، هتبعت رسمي، اي طرق من الطرق التكنولوجيا تعامل بيها مع مين. ما احنا هنعرف ان انت اصلا الكوميونيكيشن دي مع الستيك هولدرز، فانت لما ناخد الستيك هولدر هتعرف من ضمن الكوميونيكيشن بلان بتاعتك الستيك هولدر الفلاني يعوز التقرير الفلاني برفورمانس ريبورت مثلا،
اسبوعيا، جماعه الستيك هولدرز دول هيعوزوا التقرير الفلاني شهريا بالشكل الفلاني من المسؤول عن اللي هيبعت فلان الفلاني، هبعته بالايميل، لا هبعته بخطاب، لا هبعته اس ام اس، هبعته على الواتساب، على اي طريقه انت بتختارها في الكوميونيكيشن بتكتبها بلان بتاعتك. فالبلان بلان معتمده على الستيك هولدرز اللي هو بينهم الكوميونيكيشن، وانت كبي ام هتختار الوسيله المناسبه. عندك فيرتشوال تيم بره هتبعت له بس تبعت له ايميل، هتبعت على الواتساب، عندك نوع معاك ممكن بالتليفون هتبلغهم حاجه. فانت بتختار الوسيله المناسبه للشخص المناسب للظروف المناسبه، وتحاول تمينيمايز الكوميونيكيشن بلوكر. يعني مثلا لو هتكلم ناس جنسيات مختلفة مختلفة، فما تخليش الكوميونيكيشن فريندلي، لا ربما تقع في واحد زي مغربي تقول له بالعافية ولا واخد، يعني يحصل أي بلوكر بقى. فبتحاول تخلي الكلام فورمال شوية، يعني حتى لو الموضوع مش فورمال بس انت عندك ناس مختلفة الثقافات، يعني عارف انت تخلي كلامك رسمي بقى شوية مع الناس اللي انت مش عارف الكالتشر بتاعتهم. فهي برضه فيها سكيلز عندك انت تختار الوسيلة المناسبة مع الناس المناسبين. من ضمن الحاجات اللي بتقوي العلاقة او الكوميونيكيشن ما بين التيم، وهتسمع الكلمة دي اللي هي التايت ماتريكس. التايت ماتريكس اللي هي او وور روم اتكلمنا عليها امبارح، اللي هي تخلي في اوضه من الاخر يعني، او غرفه كده كبيره للتيم ممبر بتوع البروجكت يتجمعوا فيها الصبح قبل ما كل واحد يروح مكانه مثلا، يناقشوا فيها مشاكلهم، يناقشوا فيها اي افكار اي كونفليكت. فالور روم او التايت ماتريكس هي المقصود بيها مكان فيزيكال بيتجمع فيه البروجكت تيم ممبر يعني. ولازم تبقى راجل عندك تمانج الليد زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت بطريقه افكتيف، ما يبقاش مولد وصاحبه غايب بقى، انت عامل ميتنج لا هدف واضح ولا نتيجه طلعت بيها. واخد بالك؟ دي السلايد اللي فاتت بتتكلم ازاي تبقى راجل افكتيف في ادارتك للميتنج. من ضمن الحاجات برضو الايشولوج، هي ايه الايشولوج بقى يا جماعه؟ اللي هي بالبلدي كده يوميه المشروع، يعني اي اكشن بيحصل مش لازم مشكله يعني. الاتش لوج ده بيتعمل لعدة اسباب يعني. اولا انت ما تنساش حاجة، يعني ربما مثلا انا المهندس يسري عملت اساين تاسك لي ما كتبتهاش مثلا، وهو خدها وما عملهاش وانا ما سجلتهاش وراحت، دي حاجة. الحاجة هاند اوفر، يمكن انا امشي من المشروع، اللي يجي بعدي بقى عنده نوية المشروع والله داس. فالايشولوج هي زي ما بقول لحضرتك، احنا الشريحه 23 هي يوميه المشروع. اي حدث بيحصل، اي حاجه بتحصل بتسجلها في الايشولوج ده. اي تشينج ريكويست، اي كونفليكت حتى حصل بين اثنين، ايه اللي حصل وانت عملت ايه؟ واخد بالك؟ في مشكله وحليتها ازاي؟ فبتنفعك في انك ما تنساش حاجه، بتنفعك اللي انت لو هاند اوفر وجي حد بتسلم المشروع لحد، مش لازم حاجه وحشه ترقيت يا اخي. بتنفع في الليسونز ليرن، ودي المهمه قوي برضه. بتنفع في الفولو اب لاي ايشو بقى، مشكله ما اتحلتش تتعلق عندك في الايشو لوب ده، شوف هتعمل فيها ايه، هتعمل لها اسكيليشن، هتعمل لها ريزولف ازاي. فالايش لوج بينفع في الحاجات دي يعني. الليسونز ليرند في ان انت ما تنساش حاجه، في ان انت تفولو اب اي مشكله عندك.
ان حد تعمل هاند اوفر للمشروع لحد تاني هيجي، هيبقى عنده صوره واضحه عن الامور ماشيه ازاي في البروجكت. ده الايشو لوج. نبتدي في البروسيس، اول بروسيس من الثلاثه اللي احنا عندنا النهارده. يعني ايه معناها بعمل ايه من الكبير؟ البروسيس فايدتها ايه او اهميتها ايه او بطلع منها بايه؟ باختصار كده البلان كوميونيكيشن هي بروسيس بحدد مين عايز انفورميشن ايه امتى وازاي ومين المسؤول عنها. باشمهندس محمد عايز التقرير الفلاني كل اسبوع ابعته بالايميل، وباشمهندس يسري مسؤول عنه. باشمهندس اشرف عايز التقرير صاد كل شهر ابعته على الواتساب، وباشمهندس محمد هو المسؤول. بعمل بيان للانفورميشن هتروح وتيجي ازاي، مين هيعوز انهي انفورميشن امتى وازاي هتروح له، ومين المسؤول عن توصيل الكوميونيكيشن. فهي ما بينك وما بين الستيك هولدر. طب البلان كوميونيكيشن هتلاقيها مرتبطه قوي بالاي اي اف. ليه الاي اي اف بالذات؟ لان الاي اي اف فيها الاورج تشارت، فيها الاورجنايزيشن ستراكشر، مين فوق ومين المديرين واللي تحتيهم واللي تحتيهم. فهي هتبقى انبوت معايا علشان احدد ابعت ايه لمين في اي ليفل، مين محتاج تقارير امتى، ومين المسؤول عنها وهتروح له ازاي. فالاي اف عندي هتبقى مفيده علشان بتحدد الاورج تشارت، مين المديرين مين. وناخد الصفحه 1 الحرية بتاعتنا اللي فيها ادي بلان كوميونيكيشن زي ما قلنا بروسس جروب. عندي البروسس الثانيه هاو تو مانج الكوميونيكيشن بقى اثناء الاكسكيوتنج، وبعمل عليها كنترول ازاي في المونيتور اند كنترول. ادي الثلاثه بروسس المسؤولين عن النولج اريا بتوع الكوميونيكيشن بروجكت كوميونيكيشن مانجمنت. الاولانيه ايه؟ البلان كوميونيكيشن مانجمنت. ايه الانبوتس عندي؟ معايا الستيك هولدر ريجستر طبعا، ده اساسي لان هي الكوميونيكيشن بتوين الستيك هولدر. ما انت ستيك هولدر كبي ام برضه، التيم بتاعك ستيك هولدر. ومعايا اي بروجكت مانجمنت بلان ممكن تطلع منها التقارير اللي انا عايزها، ومعايا الاي اف والاو بي. عرفت الاي اي اف الاو بي اي، ممكن يبقى عندي تمبلت للكوميونيكيشن مانجمنت بلان هحتاجها. ايه التول والتكنيك اللي انا بستخدمها؟ كوميونيكيشن ريكوايرمنت اناليسيس، بعمل تحليل ايه في اثناء الكوميونيكيشن مع الناس، وايه الافيلبل عندي، وايه الوسيله الافكتيف اكتر عندي. ممكن ابعت خطاب، ممكن ابعت ايميل، ممكن على الواتساب، ممكن على جوجل درايف، ممكن على الوان درايف. فبعمل اناليسيس للطرق دي، بستخدم التكنولوجيا، بستخدم الكوميونيكيشن موديل والميثود بوش والنويز والديكودنج، كل ده في دماغي. وميتنج، بعمل ميتنج مع الاكسبرت مطر المهتمين او اللي عندهم معلومات عن الكوميونيكيشن، بستفيد بخبراتهم وبطلع بالكوميونيكيشن مانجمنت بلان اللي هي زي ما هو الستيك هولدرز انفورميشن نيدز اند ريكوايرمنتس. بطلع بخطه مين عايز المعلومه، انهي معلومه وعايزها امتى وهتتبعت له ازاي، ومين الريسبونسبل عن
ريسبونسبل ان هو يوصل المعلومه دي. طبعا احنا من ضمن الحاجات التلو التكنيك، التكنولوجي هتبعت ازاي؟ هتبعت له ايميل، هتبعت له على الواتساب، هتبعت له خطاب رسمي، واخد بال حضرتك؟ كوميونيكيشن تكنولوجي وموديل وميثود، كل دول تلو تكنيك. انت بتختار بينهم ايه الافيلابل وايه الاسرع، ايه المفضل، وبتكتبها في البلان بتاعتك. لو جينا للداتا فلو بتاع البلان كوميونيكيشن، هتلاقي الموديل ايه، وعندك البروجكت مانجمنت بلان، وعندك الانتفاي ستيك هولدر، تطلع الريجستر بتاع الستيك هولدر ريجستر، كل ده انبوت على البروسيس دي، وبيطلع الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، بتخش انبوت للبروسيس اللي بعديها اللي هي هاو تو مانج بقى مانج كوميونيكيشن، وبتطلع لبروسيس في الستيك هولدر. عندي بروسيس اسمها مانج ستيك هولدر انجيجمنت. مانج الستيك هولدر انجيجمنت تبقى انبوت ليها الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، وبطلع باي بروجكت دوكيمنت ابديت رايح على البروجكت دوكيمنت. دي الداتا فلو الدايجرام بتاعت البروس الاولانيه. لما نيجي نروح للبروسس اللي هي مانج الكوميونيكيشن دي، اثناء الاكسكيوشن بقى اللي هو ايه بقى، في شغل بيحصل بيطلع منه تقارير بتتبعت للناس بقى، تنفذ البلان فين في الكوميونيكيشن دي. فبنفذ البلان بتاعتي اللي هي ايه بقى، ازاي اكريت الانفورميشن المطلوبه، ازاي اجمعها ومين هيجمعها، وهتتوزع ازاي، ويحصل لها ستورنج فين، ويحصل لها برضه كلاسيفيكيشن فين، وازاي اقدر استرجعها واقدر اوزعها على الناس يعني. طبقا للخطه اللي انا حطيتها. فعندي بختار اولا، بختار ابعت ازاي، الكوميونيكيشن ميثود اللي هتستخدمها ايه، ايه الميديا اللي هبعت عليها، مثلا فيس ايميل واتساب. طبعا التكنولوجيا كتيره جدا وعدد لا نهائي من الطرق اللي انت تقدر توصل بيها المعلومه. شكل الفورم اللي هتبعتها ازاي، واخد بالك؟ لازم ايه برضه في مانج كوميونيكيشن، محتاج تعمل مثلا برزنتيشن، لازم يبقى عندك برزنتيشن سكيلز، بادي لانجوج وحاجات كده، تقدر تعمل باوربوينت مثلا زي اللي احنا عاملينها دي، وتعرض برزنتيشن مانجمنت او لاي حد. فهي دي ان انت بقى بتنفذ الجام بتاعتك في البروسيس بتاعت المانج كوميونيكيشن. عندي الانبوت ايه، المانجمنت بلان طبعا اللي هي البروسس الاولى، واي ورك بيرفورمانس ريبورت، اي تقارير دي اللي هتتباعت، ده التقارير اللي هتتباعت مع الاو بي اي والاي اف. انا هشتغل بقى، هبعت بقى، هنفذ البلان، هبعت تقارير بقى، واخد بالك؟ الاول حتى ايه، بروجكت كوميونيكيشنز، كل النتائج اللي انت هتعملها نتيجه تنفيذ البلان بقى، اللي هي توصيل المعلومات للناس، هي دي بقى البروجكتيشنز اللي طالعه يعني. تستخدم الميثود والمودلز والتكنولوجي، وتستخدم ايه؟ لو في انفورميشن مانجمنت سيستم، لو عندك اي ار بي، اي حاجه خاصه بالدوكيومنت مثلا. والبرفورمانس ريبورتنج، الايرنت فاليو مثلا، طريقه الايرنت فاليو، الحساب، كل دي تكنيك.
البرفورمانس ريبورتنج، ازاي تعمل برفورمانس ريبورت مش ايرنج فاليو مثلا زي ما قلت لحضرتك، هتطلع سي بي اي، هتطلع الاس بي اي والسي بي اي والفاريانس والحاجات دي علشان تقدر تعمل ستيتس ريبورت او بروجريس ريبورت. وايه الفرق بين الستيتس ريبورت والبروجريس ريبورت؟ الستيتس بيقول الحاله اللي احنا فيها النهارده خلصت ايه؟ البروجريس بيبقى يعني عاده بيبقى شهري او اسبوعي او حسب ما اتفقنا، وبتقول في الفتره بتاعت الريبورت دي احنا تقدمنا 1000% عملنا ايه في الفتره المحدده بتاعت البروجريس دي. بروجريس شهري. ده الفرق بين البروجريس ريبورت والستيتس. الستيتس كيف ناو احنا عملنا ايه كل البروجكت. البروجريس هي شهريه مثلا او اسبوعيه بتقول اللي حصل في الاسبوع او في الشهر. بطلع بايه من عمليه المانج كوميونيكيشن؟ بطلع بالبروجكت كوميونيكيشن، كل الاوتبوت، كل الاتصالات اللي حصلت، كل الريبورتات اللي وصلت للستيك هولدرز. ممكن اعمل اي بروجكت مانجمنت بلان ابديت بيها، لاي دوكيمنت ابديت، او بي اي ابديت، كل دي اوتبوت كوميونيكيشن. ممكن اطلع بليسنز ليرند، ممكن اطلع بتعديل في اي ريجستر، في اي دوكيمنت، ايشو لوب. واخد بالك؟ مش لازم المانجمنت يبقى في البلان. الصوت ناس تشتكي، الصوت عامل ايه معانا؟ تمام. ده الاوت من البروسيس 10.2 اللي هي المانج كوميونيكيشن. لو بصينا على بتاعت المانج كوميونيكيشن هتلاقي داخل الكوميونيكيشن مانجمنت بلان اللي هي من البروس اللي فاتت، وداخل وورك برفورمانس ريبورت تقارير الكفاءه اللي جايه من مونتر كنترول بروجكت وورك الانتجريشن عموما، وداخل لي الاو بي اي والاي اف، وخارج اي تعديل برضو يعني او بي اي تعديل على الاو بي اي معاك كنترول أبرز معلومات لعملية الكنترول. وأطلع بالتين أوتبوت واحدة للبروجكت مانجمنت بلان لو فيها تعديل أبديت، أو لأني بروجكت دوكيمنت هيحصل فيه أبديت. هيفضل عندي الكنترول كوميونيكيشن. في الكنترول كوميونيكيشن البلان، وبشوف مانج وبقارن زي ما احنا قلنا ان اي عمليه كنترول هي مقارنه ما بين بلان انا حطيتها وشغل بيحصل، واشوف انا شغال صح ولا لا. يعني الصوره بتقول لك ايه؟ البوس بيسال البي ام ايه زير بروبلم، عندك مشاكل، الدنيا واقعه وراها ازاي وهتقع هتروح فين؟ فالبي ام بتقول له لا لا سمول ريسك بس. انت لازم تكنترول الكوميونيكيشن وتبقى اونست في الكوميونيكيشن وتتاكد ان اي انفورميشن محتاجها الستيك هولدرز واصله له في التوقيت المناسب ولا لا. فهي دي عمليه الكنترول، هي بروسيس بتتابع وبتفولو اب وبتقول كل عمليات الكوميونيكيشنز بالبروجكت او البروجكت لايف سايكل عشان تتاكد ان كل ستيك هولدر عايز انفورميشن راحت له بالصوره اللي هو عايزها في التوقيت اللي هو عايزه. طب عملية الكنترول دي تستخدم فيها ايه بقى؟ تستخدم فيها البلان كلها والكوميونيكيشن بلان والايشو لوج، يبقى عندك
اي ورك بيرفورمانس داتا. المانج كوميونيكيشن هي عمليه التنفيذ بقى، هي عمليه ان انت بتبعت تقرير للناس اللي هم عايزينها. الكنترول والله بيشوف البلان، انت بعت للناس دي المعلومات اللي هم عايزينها بالصوره اللي هم عايزينها في الوقت المناسب ولا لا. فده عمليه الكنترول، بتقارن زي ما قلنا وتعودنا ان اي قسم هي ايه؟ من الاخر هي بلان انت عملتها وشغل بيحصل، وانت بتقارن الخطه بالواقع وتقول والله انا الخطه تنفذ. لا ما بتتنفذش، بتشوفها. وعشان كده الكنترول ادي البلان كوميونيكيشن والايشو لوج والورك بيرفورمانس داتا، وبتستخدم اي تكنيك بقى، الاكسبرت الميتنج، اي اي ار بي سيستم، بتطلع ايه بورك بيرفورمانس انفورميشن، والله كل يطلع المعلومات بنسبه كذا في الميه، وبتطلع كاي كنترول. قلنا بقى ان اي كنترول بيطلع منه تشينج، واي كنترول ربما عدل في البروجكت مانجمنت بلان، ممكن افرض في مشكله في البلان فبعدل في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. والله اي دوكمنت ابديت في ستيك هولدر جديد بعدل في الريجستر. او ممكن وارد ان انا اعدل الاو بي اي الليسنز ليرنينج، او اضيف تمبلت جديده مثلا او دوكيومنت جديده، ممكن كل دي في حته الاو بي اي ابديت. فدي البروسيس الاخيره اللي هي الكنترول، وهي طبعا مش غريبه علينا متهيألي، ولا يا جماعه مش شايف حد رياكشن هناك؟ انا سايب المحاضره دي في حاجة مش واضحة. يعني هي كنترول بلان، بشوفها ماشية صح ولا لأ، وبطلع بانفورميشن أو تشينج أو بلان في ال أبديت في البلان أو أبديت في أي دوكيمنت أو أطلع بالريسورس ليرنينج. فمش كل حاجة ليها ديزاين، بس في بلان أنت حطيتها، مفيش حاجة اسمها كوميونيكيشن ديزاين. لا هو ممكن البور كوميونيكيشن تغير في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. هتعدل في البلان بتاعت الكوميونيكيشن. فهنا المقصود ان انت ممكن تعمل شبه الاتش ار شويه. ما هو انت في الاخر كوميونيكيشن طبعا ابروف الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، اي بلان هي ابروف. فانت انت في الاخر الكوميونيكيشن مع الناس، فهي ريليتد قوي الاتش ار والكوميونيكيشن والستيك هولدرز، هو ناس بتعمل شغل وانت بتديرهم، محتاج انك تعمل معاهم موتيفيشن، محتاج تعمل كونفليكت ريزوليوشن، بتحل مشاكل، بتبعت معلومات، شغال قاضي بين الناس في مشاكلهم، انت شغال اي حد بيشتكي بيدك، فانت مشكلتك كبيره بقى في الكوميونيكيشن. بقى الكوميونيكيشن مين؟ بالناس، والناس دول مين؟ اتش ار او ستيك هولدر. اللي كان بيسأل الفرق ما بين الورك بيرفورمانس داتا وورك بيرفورمانس انفورميشن، باشمهندس 799، ما كذا مره هديك سؤال بسيط. نتائج مباريات الدوري هي وورك بيرفورمانس داتا، مين الاول ومين الثاني ومين هينزل درجه ثانيه ومين الهداف، دي انفورميشن بقى، جمعت الداتا دي طلعت انفورميشن.
هي الداتا بنسميها الرو ماتيريال او الماده الخام للانفورميشن. طبعا بتوع الاي تي حافظين القصه دي. داتا وانفورميشن، داتا اتعمل عليها شغل وطلع انفورميشن. واخد بالك داتا لوحديها كده منعزله، فلان كسب النهارده، فريق فلان اتعادل، ده جاب جول، ده دخل فيه جول. في الاخر بطلع بقى مين الاول الدوري، مين الثاني، مين الهداف، وده الفرق يعني. يعني مثال توضيحي كده على السريع. اجي الداتا فلو بتاعت الكنترول، ادي اي بيان داخله وخارجه ابديت عليها. ورك بيرفورمانس داتا ايشو لوج او بي اي، وطالع برضه تعديل للاو بي اي انبوت واوتبوت. ورك بيرفورمانس انفورميشن راح على الايه؟ مونيتور كنترول بروجكت وورك. اي تشينج ريكوست رايح فين؟ اي سي سي بيرفورم انتجريتد تشين كنترول. خلاص بقى هنا من كتر الشكل ده حفظنا بقى التشينج ريكوست رايح فين؟ رايح للاي سي سي. الورك بيرفورمانس انفورميشن بتروح فين؟ يروح للمونيتور اند كنترول بروجكت وورك. داخل عندي طبعا الكوميونيكيشن، بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت رجع تاني، هو السيرفر زور عملها كده زور ورجع. تمام. فده الداتا فلو بتاعت اخر بروسيس اللي هي التيب 1.3. الصوت رجع كده. ادي الانبوت وادي الاوتبوت. هو موضوع الكوميونيكيشن موضوع ظريف لطيف، واسئلته مش غلسه، وسهل انك تجمعها كلها ان شاء الله. احنا هنقف لحد هنا في الكوميونيكيشن، ونخلي الستيك هولدر المحاضره الجايه. حد عنده سؤال؟ احنا هنحل التاسك بتاعت الكواليتي. هو التاسك السادس انتوا وصل لكم ولا لا؟ بتاع الاتش ار. تاسك 6. لا بتاع اتش ار وصل لكم. ليه؟ نزلوا اللينك بتاعه متهيألي. ماشي ماشي، احنا يعني بالنسبة للإدارة يا جماعة ابعتوا لهم التاسك بتاع الاتش ار يا ريت. واحنا هنحل انتر اكتف، يعتبر الفيديو كونفرنس. طبعا سؤال الاجابه بتتسجل في المحاضره. بيقول لك evaluating performance is a part of overall project performance AMG. خلي بالك انت بتعمل evaluate ال project performance، فهو ايه؟ انت في بتشوف ال performance بتاع ال project، فانت في ايه؟ انت في اثناء شغل، انت مش في بلان يعني. بيئة. انت مش في بلان، انت بتقيس شغل. اوفر اول بروجكت بيرفورمانس ريجيونال، انت على طول متابع بيرفورمانس
بطريقة ريجولار يعني على طول يعني. فانت بتفولو اب ستيب ستيب كده البروجكت ماشي ازاي. احنا بنحل التاسك 5. بيقول لك الباريتو بيساعد البروجكت مانجر لايه؟ لا الباريتو، الباريتو اللي هو ايه؟ بيقول لك ان 20% من اسباب المشاكل بتؤدي الى 80% من المشاكل. فهو بيفوت على ايه؟ انت لما بتعمل جدول فيه كل مشكله وحصلت كم مره، وتحل المسببات اللي بتتكرر بقى 100 مره بسبب كذا، خلاص حل المشكله دي اللي بتعمل لك 100 مره مشكله. فهي بتفوكس على الموست كريتيكال ايشو. لا يا باشمهندس في الطريقه 12 التاسك الخامس اللي احنا بنحله ما وصلش، ازاي بقى وصل؟ السؤال الثالث بيقول لك ايه هو الصح في موضوع الانسبكشن؟ ايه هو الصح؟ قلت كلكم دي 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 سي ما هو بيقول لك it can only be conduct on the final product to prevent defective deliverable from reaching the customer. وده الهدف اللي هو الاكتر يعني. اللي هو على مش الفاينل، هو اي ديليفرابلز قبل الفاينل يعني. هو الفاينل بقى لو انت مش لازم تسلم فاينل يعني، انت بتعمل مستخلصات بعد الحفر بعد الاساسات بعد العمدان، فكل دي مش فاينل برودكت. ما تستناش لما تنسبكت على الاخر خالص. ما هي في الفاليديت. بس هو بيقول لك الاصح يعني. بيقول لك الكنترول شارت ذا تاست 8 بايبس برودوس وير اولوز ميس ان افريج نيد تو انفورم ذا ذير از بروبلم. ليه بروبلم؟ لان هو كسر قاعده الرول اوف 7. لا هو بيقول ما قالكش ان هو طلع بره ال 3 سيجما، فمش دي. ما قالكش ان هو طلع بره الكنترول. ده هو بيقول لك في 8 بايبس اقل من الافريج، بس هو ما قالكش ان هم عدوا ايه؟ الكنترول ليميت. الرول اسمها 7، ما لخبطكش بقى ويقول لك 8 حتت ولا 8 حبات، ما فيش رول اوف 8 يعني. Which is the following help project manager determine the possible cause of potential problem and actual problem. هو عايز يجيب ايه الروت كوز. 50-50 رول دي طريقة في التسعير، لما بتسعر او بتعمل التاسكات في الجانت شارت. احنا قلنا، فاكر قلنا ايه؟ ان احنا مثلا لو التاسك ده متكلف 1000، فبنحط 500 في الاول و500 في الاخر، دي احدى الطرق 50-50. او ممكن تتبع اي طريقه في حته انك تصعد. انت فاكر لما كنا بنرسم كده دي التاسك، نقول بتتكلف مثلا 200 مثلا، ونحط هنا 100 في الاول، فاكر؟ 100 سوري، و100 في الاخر، فدي 50-50 يعني. ممكن نحط مثلا 40 و160 يعني، دي احدى التسعير.
50-50. انما اللي بيفوكس على السبب الرئيسي للمشكله هي الفيش بول او الاشيكاوا او الكوز اند افكت. بيقول لك كل ده مثال على الكواليتي اشورنس اكسبت فيما عدا ده مش تبع الكواليتي اشورنس. هي البروسيس اناليسيس هي هو السؤال بيقول لك انت عملت 5 من 7 فيس في البروجكت بيشتغلوا الورك سيميلر، فايه اهم حاجه تعملها؟ هي انك تعمل ايه صح؟ زي الكونتينوس امبروفمنت اكتيفيتي. خلاص بقى الناس بقوا مختلفين في الشغلانه يعني. لا يعني انت عملت حاجه 7 مرة تعملها، فمش معقول اول مره تبقى زي 7 مرة يعني، واخد بالك؟ خلاص بقى انت بقى بتعمل حاجه متكرره. ستة اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع ستة كمان البروسيس اناليسيس. ايه البروسيس اناليسيس هي مش من ضمن عندنا نشوف اللي عندنا دي. خلينا طب نكمل ونرجع على أسئلة واحدة واحدة. ده تعريف الكواليتي، إن أنت بتموت ال لما تميت الكاستمر ريكوايرمنت بالظبط، ده أنت إيه؟ حققت الكواليتي المطلوبة. الكواليتي هي هل هي ميتنج اند اكسيدنج ذا كاستمر اكسبكتيشن، يعني ادي اكسترا ورك الكواليتي اور ذا يوز بروجكت ميت ريكوايرمنتس بيرفورمانس از ويل از ريكوايرمنتس. هو يعني الكواليتي هي درجتها ايه؟ هو دي تحقيق الكواليتي، بس الكواليتي تعريفها كده يعني هي ايه ان انت حققت الكواليتي، بس هي الكواليتي ايه تعريفها؟ ان هي يعني لاي درجه انت قدرت تخلي البروجكت ميت الريكوايرمنتس يعني. دي تعريفاتها يعني. انما عشان تميت الكواليتي يبقى انت يعني حققت الكواليتي عملت تميت الاكسيدنج كاستمر اكسبكتيشن. ماشي. ده مثال لإيه؟ ريجولي ريجولاري بيعمل، طالما ريجولاري يبقى هو بيعمل أشهر. ريجولار على طول يعني استمرار على طول. متابع البرفورمانس واحد ستيب باي ستيب يعني. يعني أشهر إن الشغل صح.
هو بيقول لك تيم ممبر قال لك ان الكواليتي مش قادر يحققها، ايه اخر حاجة يعملها البروجكت مانجر؟ يعني ليست افكتيف، اقل حاجة افكتيف يعملها، اخيب حاجة يعملها ايه يعني؟ ايه اخيب حاجة يعملها البروجكت مانجر في الحالة دي؟ هو ده المقصود السؤال يعني. هي دي خايبة برضه، بس ايه اخيب منها يعني؟ دي فيها برواكتيف شوية، انا بقول للمانجمنت اعمل ايه يعني؟ لا هو بيقول لك ايه يعني ليست افكتيف، اقل حاجة مؤسسة تعملها. سي مش وحشة، سي بيقول لك عايزين نشوف طرق تانية عشان نميت الكواليتي، حاجة كويس. انت واخد بالك من السؤال ولا حاجة؟ يعني ايه اخيب حاجة يعملها الراجل ده يعني؟ سي يعني انت فاهم يعني ايه يعني ايه التصرف اللي يعمله اللي هو يعني اقل تصرف افكتيف يعني؟ يعني اخيب حاجة يعملها ايه يعني؟ يبلغ الملك، واخد بالك؟ انما سيدي هي يعني لو العكس المفروض يعمل تيم ميتنج وبعد كده يعمل لوك في الالترناتيف ويز وهكذا. ليست انفكتس هي اقل حاجه يعملها تاثر يعني. هو بيقول لك ايه اخيب حاجه يعملها البروجكت مانجر؟ واحد بيقول له مشكله في الكواليتي، ايه اخيب حاجه ممكن يعملها اللي مش هتاثر؟ اقل حاجه تاثير، اقل حاجه تاثير ان هو ابلغ ارفع اسكليت يا عم. دي يمكن فيها برواكتيف شويه، بيقول للمانجر تعمل ايه يعني؟ يقول لي اعمل ايه يعني؟ لا اخيب من ان انا ابلغ يا جماعه مش عارفين مين يتكلم، ده المفروض يعني السبب يقعد مع الناس وكده. اكسبت 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 يعني. Quality is بلال not inspected in. ومين اللي قال دي؟ مدير. مين عنده سؤال تاني؟ هو بيقول لك ايه اللي يشرح ان الكواليتي عملية بتخطط لها علشان تتحقق؟ ليه بتستنى لما الفاينل برودكت يطلع وتقول والله انا هشيك عليه قبل ما يروح للعميل؟ يعني الكواليتي بلاند ان، انت بتخطط لتحقيق الكواليتي علشان المنتج يطلع بمواصفات عاليه. في ناس تانية يقول لك لا خطط انا هستنى البرودكت لما يطلع واشيك عليه تشيكه تمام قبل، ولو وحش ما تدوش للعميل، واخد بالك؟ فهي فهمت القصد من السؤال يعني؟ طبعا مش بتدوس الكواليتي. بتمنع السكراب وبتمنع الريورك بالظبط كده، ما تستناش لما البرودكت في الاخر يخلص وتعمل له انسكشن بعد ما الكوبري خلص طلع بايظ، هنهده ولا ايه؟ واخد بالك؟ انما لو انت يعني مخطط ان كل حاجه تبقى مظبوطه، فاحتمال يبقى عندك ريورك او سكراب هيبقى قليل جدا.
مرة تانية بيقول لك يا سيدي ليه حتة انك تبلان الخطة انك بتعمل كوبري اهو، بتعمل كوبري فانت مخطط ابحاث السويل وابحاث الديزاين والقعدات والصبة والستيل ستراكشر وكل حاجة تبقى تمام، ولا تستنى لما تعمل الكوبري خالص وتروح مشيك عليه حتة حتة بقى. تعمل بلان للكواليتي ولا تستنى لما المنتج يخلص وتعمل عليه كنترول في الاخر وتشوف لو وحش ما تدوش للعميل. انت بتحسن الكواليتي وبتقلل بقى، مش هتستنى لما تعمل ديزاين لحاجه وفي الاخر تطلع بايظه وما تديهاش للعميل لما تكون سليمه. اه العميل وصل الكواليتي عالي بس انت العمليه هتكلفك فلوس، بس هي يعني مش مور اكسبنسيف. يعني انت بتعمل ليه الكواليتي؟ يعني ماشي، ما كل حاجه مفيش حاجه هتعملها انت بتصرف عشان توفر اصلا، واخد بالك؟ يعني انا صرفت اه بس وفرت في الاخر والا ملوش لازمه. ايه اللي بيؤدي الى في الامبروفمنت في الكواليتي؟ اقل ليست اماونت اوف كواليتي امبروفمنت، التوتال كواليتي ماجنت بتؤدي الى تحسين قليل للكواليتي ولا الكواليتي بلاننج لما تعمل بلان بتقلل الامبروفمنت ولا لما بتطبق الستاندرد ولا لما بتزود الانسبكشن في الاخر على الفاينل برودكت ده بيعلي الكواليتي؟ اقل حاجه بتعلي الكواليتي هي انك بتزود الانسبكشن. ماشي، يعني بتزود الانسبكشن على الاخر خالص، فهي من ال ايه اه دي لا هي لا لا هو الكاستمر اكسبكتيشن هو هي تعريف، عشان بس ما نقعدش في جنيه. هو السؤال ده تعريف صريح للسبيسيفيكيشن ليفل. هو تعريف للسبيسيفيكيشن ليفل كده، هو بيحط الكاستمر بيحط الاكسبكتيشن بتاعه في السبيسيفيكيشن ليفل. اه مواصفات الكاستمر يعني هي تعريفها كده، اصل في سبيسيفيكيشن ليميت دي اللي بحطها الكاستمر. هو دي تعريف برضه يا جماعه الكواليتي، تعريف يعني تعريف هنحفظها. يعني الكواليتي هي ايه؟ ذا ديجري تو ويتش ذا برودكت ميت ريكوايرمنت. ده تعريف يعني، ايه التعريفات دي؟ مش يعني هو كده خلاص النهارده
هي تعرفها كده، لأي درجة أنت بتميت انت بتتابع البروجكت برفورمانس ريجيول على طول يعني. هي جزء من الكواليتي اشورنس، هي الكلمه دي هي ايه؟ الريجيولار دي هي مفتاح الحل يعني. اتنين كان حد قاله الباريتو، هي قصه باريتو باشمهندس عبد الوهاب عيسى شانل بيرفورمانس يعني شانل بيرفورمانس. الباريتو بيفوكس على المسببات، مش احنا الباريتو بيتكلم على ايه؟ 80 20 يعني، بيتكلم على ال 80 20 رول، ان هو بيقول لك ان 20% من اسباب المشاكل بتعمل 80% من المشاكل. يعني لو حليت الموست فريكوينت او الموست كريتيكال ايشو من مسببات المشاكل اللي هم 100، انت بس حليت 20 اللي هم بيتكرروا كتير، فانت مع انك حليت 20% من اسباب المشاكل منعت 20% بس، بس هتكون حليت 80% من مشاكلك. واخد بالك؟ فهو دي نظريه باريتو، ان المشاكل اللي بتحصل دي كلها عندك في المشروع هتلاقي سببها 20% من الاسباب. هتلاقي سببين ثلاثه هم اللي عاملين لك الهيدك، هم اللي عاملين 80% من البلاوي في المشروع. هتلاقي عندك مشاكل كتيره قوي، بس لو ركزت على ركزت على المشاكل اللي هي الموست كريتيكال او اللي هي مور فريكوينت بتحصل، فانت هتحل 80% من مشاكلك. واخد بالك؟ هذا هو المقصود بيها يعني. تعال نشوف طبعا. بص سبعة دي هحكي لك على ايه؟ على حاجة يعني واقعية هتفهم قصدي السبعة دي. انت عايز ليه تريموف سيميلاريتي ليه يعني؟ انت عندك شغل شبه بعضه، فانت ايه بروفيشنال فيه بقى، فلازم يعني احنا في الاي تي مثلا كان في مشروع عملنا برامج وهننزل مثلا على حوالي 200 سيرفر برنامج، قاعد بقى على 200 سيرفر، ناس شغاله بتنزل سيستم على 200 سيرفر. ابتدوا بقى ياخدوا السيديهات ينزلوها، وبعدين من كتر الشغل بقى، لا يا جماعه طب ما احنا نعمل نسخه وناخدها بسر ونفكها على طول على الهارد كاش، بدل ما كان المكنه اللي يعملها في 3 4 5 ساعات بقت خلاص تريك بنفك الملف على الهارد ديسك ما تاخدش 5 دقائق. خلاص من كتر ما بتعمل الشغلانه كتير يعني بتقعد تجيب بدايل بقى، انا هقعد اعملها بقى بايدي، اقعد انزل ويندوز وانزل مش عارف الابلكيشن وانزل ايه، انا مش بعملها كده في الاول. طب يا جماعه ايه تطلع افكار، طب يعمل كذا بيعمل كذا، لا احنا عملنا، ما تيجي ناخد باقه من المكنه دي ونفكه على ايدنا مثلا، ده مثال في الاي تي يعني، بدل ما ينزل بقى ستيب ستيب، لا يفك ملف كبير وفي سوفت وير كتير بياخد نسخه من مثلا من المكنه قبليها، ونجيب مكنه جديده نروح مفرمط العرض بتاعها وننزل ننزل كود الحاجات اللي نزلتها دي 15 بقى سي دي اي ويندوز على ابلكيشن على برامج على داتابيز على شفاتك بتاعنا بقى بعد كده يعني. ف
مش قدامك تعملها زي اول مره. فهو الموضوع اصلا انت عايز تريموف السيميلاريتي تاني، حاجه تتاكد ان السيم ريسورس مكمل نفس السكيدول كلوز، واخد بالك؟ فهي السيل هي ايه؟ كونتينوس امبروفمنت للاكتيفيتيز، حاجه بتعملها كتير قوي. بص دي بقى تلعب لك افكار جديده تنفذها اسرع، تحقق لك نتائج عاليه يعني. تمام يا جماعه، المره الجايه ان شاء الله هناخد ستيك هولدر وناخد اسئله الاتش ار. لا هي هنا بقى في سي، هنا بلان كونتينوس امبروفمنت. ده تعريف برضه. طيب ايه؟ 16 ولا 15 ولا؟ حد قال لي سؤال ايه؟ 16؟ ما فيش 16. هم 15. 14 اللي هي 14 اللي هي 14 14 اللي هو ايه؟ ده؟ الإدارة بتصحح التسكات. بيقول لك إيه آخر يعني إيه which is the following will lead to the least amount of quality improvement؟ إيه الحاجات اللي من الحاجات دي بتليد لأقل تحسين في الكواليتي؟ وهي الله يخليك إنك تنجل إنسبكشن في الآخر، انت بتسبكت على الفاينل برودكت، فدي مش بتزود لك الكواليتي يعني. الله يخليك، مش كنت عايز تمام ماشي عدي عليها بسرعة. واحد مش بريتو بيتكلم على الموست كريتيكال انسبشن، نعدي عليهم كلهم بس غرف سجن دي. سبعة دي اللي احنا قلناها في الدنيا، ثمانية والله دي اتحققت، تسعة تعريف الكواليتي،
الرحمن. تمام يا جماعة كده؟ ماشي. طيب. الله يبارك فيك يا جماعة. 13 شكرا لكم جميعا، ونتقابل إن شاء الله المحاضرة. يا رب سعيد علينا جميعا. حياتي تقديري لكم جميعا. أترككم في رعاية الله يا جماعة كلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.